حنايا كمكتب تعرضنا للطرد التعسفي ظلما وعدوانا. حنا مكتب ما بغاوناش نكونوا كسيديتي كيتعسفوا علينا، وكي الحريه النقابيه ديالنا ما كاينه شيء مع هاد الناس هادو، حيت حنا هما دايرين نقابه ديالهم تابعه لهم، هما دايرينها هما ديالهم. هاد الناس هادو راه بدينا معاهم في التفتيشيات الشغل حتى وصلنا معاهم للوطنيه، ها هو وقعوا معنا في الوطنيه باش يحلوا معنا هادشي داخليا، ورغم هذاك الشيء جينا راسلناهم ما كيبغيوش يبركوا، راه ديال الحوار يعني كيقولوا هما شي حاجه على فوق من القانون، هما وحاشا واش تكون شي حاجه فوق القانون. الله يعز سيدنا، وكنطلبوا من هاد المسؤولين هاد القطاع ديال النظافه اللي تهمج ياخذوا فيه شي قرار. لا العمده الرميلي كنواجه له الرساله من هنا، سمعتيني، كنواجه له الرساله من هنا. هاد الناس هادو جابونا حتى قربنا العيد، استاذ زوق قبل العيد بشهر، ضاربين له حساب، هما عارفين شنو كاين، ولكن الحمد لله حنا ثقتنا في الله ما كنتسوقوا حتى شي حاجه، فهمتي؟ حنا المطالب ديالنا كنطالبوها وما على بالناش بشي حاجه، الله خالق الانسان هو قاد به، فهمتيني؟ هاد الناس هما عرفوا بان العيد قريب، وعامل النظافه راك عارفوا كيجد ديك الامانه من عندهم، يلاه تيمشيها يا تقدو يا ما تقدو، على ما بالك انت دابا بشهر قبل رمضان باش تسو، قبل العيد الكبير باش تسو، يعني انت راك صبحتي داك الشيء اللي عطاوك داك الشهر اللي فات راك خسرتيه، يعني ما ولكن هاد الناس ما كيعرفوش هاد الشيء. حنا دابا حنا مريحين هنا وكنتمناو الحق ديالنا يبان، وحنا راه غادي نبقاو معاهم هنا حتى يبان الحق، وما على بالناش. اما بالنسبه للعيد اخويا راه الله اللي كيتكلف بعينا، والله ما عندنا، ولكن الحمد لله المهم حنايا راه الله هو اللي مكلف كل حاجه. سبب الاعتصام وهو ان هاد الناس هادو طردونا طردا تعسفيا بطريقه عشوائيه، ما كيحترموش الماده ديال المدونه ديال الشغل. تلقينا الطرد بسبب ان احنا كمكتب ديال السي دي تي داخل مؤسسه ارما، وانا كنائب المندوب ان تنبغيو نمارسوا تنبغيو نمارسوا العمل النقابي داخل المؤسسه، وهاد الناس هاد الناس هادو لقينا من تضييق بالنسبه للعمل النقابي داخل مؤسسه ارما، تلقاو مضايقه، نبغيو نهضروا على لي فاكسان، ونهضروا على الناس العمال اللي ما عندهمش دوزان، ما عندهمش المرافق الصحيه، ما عندهمش المستودع ديال الملابس، بزاف ديال الحوايج بغيو نهضروا عليها. ولا يعقل ان المؤسسه ديال ارما ما يمكنش يكون فيها يمنعوا العمل النقابي داخل المؤسسه. حنا العمل النقابي دار على اساس باش نهضروا على الحق ديال العامل، فما بالك حنا اللي تضربنا حنا كمناديب، العامل داخل المؤسسه راه كيعاني، وراه كيمارسوا عليه شله ديال بزاف ديال الضغوطات، وكيمارسوا عليه بزاف ديال الضغوطات. بحال دابا نعطيك على سبيل المثال، مثلا واحد خدام عاطينو تقريبا واحد 2 كيلومتر، كيحيدوا واحد، كاين 6 كيلومتر تتقسم على 3، كيحيدوا خدام تيشدوا هذيك 6 كيلومتر تيقسموها على جوج الناس، اولا واحد كيعطيو 3-4 كيلومتر. هنا المكتب ديال السي دي تي هو اللي مستهدف داخل المؤسسه ديال ارما. حنا تطردنا بسبب تطردنا بسبب العمل النقابي داخل المؤسسه ديال ارما. حنا كنطالبوا بالحق ديال العميل، وكنطالبوا بالناس المسؤولين انهم يتدخلوا تدخلا فوريا على هذا القطاع اللي هو متهمش حتى لواحد الدرجه، ان راه يعني صافي الانسان ملي كيدور حتى تيعياش تبقى تتبان له الشطابه، يعني خصو يخدم في النظافه باش يحاول ما امكن يصور طرف ديال الخبز للوليدات ديالو. وحنايا دابا تحرمنا من العمل، طردونا هاد الناس طردا تعسفيا غير قانوني، طرد عشوائي ما احترموش المساطر القانونيه اللي خصها الدار في حقنا احنا كمناديب ديال العمال، فما بالك العميل الداخل اللي هو دابا حاليا راه كيتعسفوا عليه اكثر من القياس. وحنايا تنطالبوا من الناس المسؤولين انهم يتدخلوا في هذا القطاع اللي هو راه هو متهمش بزاف اكثر من القياس.